تونسيه فاش هاي الحبيب باش نحكي اليوم على البارتيسيباسيون تاعنا في بروجي سوليداريتي انترناسيونال اون بارتنيريا افيك لي جون دي مارسي اللي باش يصير في جويلي. تم الاختيار هو لابوليسيون دو لا مير ميديترانيان فيو لامباكت امبورطون تاعها في الحياه نتاعنا في حياتنا اليوميه. اوبجيكتيف لا سونسيبيليزاسيون للعباد باش يبدلوا من الكومبورتمون تاعهم. التلوث مش قاعد يضر كيف الكائنات البحريه، قاعد يضر فينا احنا معاهم على خاطر احنا نستهلكوا ماكولات بحريه كيف الشوابي والقرميد والحوت، وهيك الكل يوصل لنا كي تسمموا الحيوانات. اغلبيتنا كيف يسمع تلوث مياه البحر طول يمشي بالهم الفضلات البتروليه والا مياه صرف الصحي، نسينا لهنا دور المواطن اللي يساهم، لازم نقولوا 100% ما يسالش في تلوث مياه البحر، اللي يرمي في البلاستيك، اللي يرمي في البلاد، اللي بعد ما ياكل يطيش القرطاس نتاعه ولا اي حاجه تساهم في تلوث مياه البحر. هنا نحكيه على القضاء على الثروه البحريه، الثروه اللي تهدد الجيل الجاي. المواطن عنده دور انه يكون شريك مع الدوله، اذا كانت الدوله خلقت فضاءات للرسكله، المواطن شنو دوره؟ هو فرز النفايات. الدوله توفر نقاط لتجميع الفضلات، المواطن يلقى وين يطيش زبل، المواطن زادة يكون مواطن فاعل، مواطن واعي ويطيش في الزبله في المكان المحدد ليها. جزيره قرقنا 98% من سكانها يخدموا في البحر، يعني لهنا نحكيه على مورد رزقهم. لهنا ساهمنا على القضاء على التلوث البحري، حافظوا على الثروه البحريه للي انا الجيل الجاي وللبحار اللي هو مورد رزقه. كيف الدوله التونسيه اللي هي عندها نسبه كبيره من الاقتصاد التونسي اللي جاي من البحر. تونس معناتها خط شريط ساحلي كبير معناتها من موجود فيه، ثم برشا بل كيما نقولوا ساعات تلقاهم طايشين برزق على البحر، ثم برشا بلايص مصنفه مراعي نتاع برشا نوع تاع حوت، ثم نوع تاع حوت مثال ترعى غاديكا تطلع للشمال تكبر كل شيء، فماش كيما نقولوا حنايا الطرق نتاع التوعيه الصحيحه، تمشي للبحر تصيف كيما نقولوا كل تلقاها زبل مطيشه في بلايص الكل. العباد ما زالت ما وصلتش كيما نقولوا لسرتان نيفو نتاع وعي. فيما يخص مشكلة التلوث البحري، قرنا كما بقية الجزر التونسية الساحلية الأخرى تعاني من مشكل النفايات البلاستيكية الملقاة في هذه السواحل طيلة السنوات الفارطة. ووفق الدراسات الحديثة تعتبر النفايات البلاستيكية أحد أكبر المشاكل التي تعاني منها هذه الجزر، وتقدر بحوالي 80% من النفايات البلاستيكية الملقاة فيها. نجم نقوله لأن النفايات البلاستيكية في جزر قرقنة تقدر بسبعة لتر نظف في العام، وثم حتى بعض التقارير اللي تقول أن التلوث البيئي تسبب في انخفاض التنوع البيولوجي بنسبة 30%، معناها تسبب في انقراض بعض الكائنات الحية، وما زال يمكن يتسبب في انقراض بعض كائنات حية أخرى. وبالإضافة لهكاك ثم دراسات تقول أن 70% من الأسماك المحلية تحمل في جسمها جزيئات دقيقة تضر بصحتها وتضر بصحتنا إحنا كمستهلكين.